شهدت مدينة ذات زفاف 48 عريسا ضمن العرس الجماعي السادس والذي أقيم برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في صالة الذيد للأفراح. حضر الاحتفال سعادة محمد معضد بن هويدن رئيس المجلس البلدي لمدينة الذيد وخليفة سيف الطنيجي نائب رئيس المجلس البلدي لمدينة الذيد ورئيس اللجنة العليا المنظمة للعرس الجماعي السادس في مدينة الذيد وعلي مصبح الطنيجي مدير بلدية مدينة الذيد وعدد من كبار المسؤولين وأعيان المنطقة الوسطى. هذا وعبر العرسان عن سعادتهم وفرحتهم بمشاركتهم في العرس الجماعي مؤكدين أن هذا العرس ساهم في خفض تكاليف زواجهم وبناء حياتهم بصورة صحيحة وبعيدا عن الديون.